احنا لايف دلوقتي. طب مش تقول يا راجل يا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الدار. احنا دلوقتي المفروض لايف على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب في نفس الوقت. أول مرة أجرب الثلاثة مع بعض، فإن شاء الله تكون تجربة رائعة ويكون كل حاجة فيها سليمة. احنا كده لايف على 3 صح كده؟ طيب أولا أنا نزلت كذا تسريبة كده من كورس الطاقة، وبعض الناس كان عندهم أسئلة، فإن شاء الله يا رب أجاوبكم عليها وتكون إجابات شافية وافية في الوقت اللي هناخده في الساعة اللايف دي. أنا جمعت أسئلة كتير، وإن شاء الله هاخد بعض أسئلة تانية اللي ممكن تكون لسه عند معظم الناس، ولكن عايز بس أقول حاجة مهمة علشان تبقى الصورة واضحة. إنك في سؤال اتكرر من ناس كتير قوي، إحنا عايزين نعرف إزاي نعمل التنظيفات وإزاي نعمل الشحن للمراكز الطاقة، وعايزين طريقة عملية. فأنا بس هقول معلومة مهمة قوي، مش عارف هل كل اللي بيشوفني بيعرف يسوق السيارة ولا لأ، بس أنا دلوقتي ممكن بمنتهى البساطة كده أقوم قايل لك علشان تقود السيارة هتمسك مقود السيارة وهتدوس بنزين، ولو هي اوتوماتيك هتدوس فرامل لو عايز توقف، وهتنقل السرعات لو انت سيارتك مش اوتوماتيك، لو هي مانيوال هتدوس دبرياش او مش عارف بيسموه ايه بقى باللهجة الخليجية او اللهجة المغاربية او الجزائرية. المهم، هل انا كده علمتك تسوق السيارة، ولا هي حصيلة من التجارب اللي انت بتقعد تعملها مع وعي ومع كذا مرة بتعملها لغاية ما تتقن قيادة السيارة؟ مثال تاني، لو انا النهاردة قلت لواحد مثلا علشان يعني تعرف تطبخ، يلا تخيلوا كده حد بعت لي وبيقول لي يا دكتور قولي دلوقتي حالا المفروض اطبخ ازاي واعمل ازاي، هو عمره في حياته ما طبخ، عمره في حياته ما عمل طبخ، هل هقدر باني اديله مقادير الرز قد كده والملح قد كده والكذا قد كده هيعرف يطبخ؟ فمهارة الطبخ او مهارة القيادة زي مهارة الطاقة، بس يمكن الطاقة أكتر محتاجة شوية وعي ووقت كمان تدريبي عشان كده، علشان تقدر أقصد تكون مستوعبها أو تكون عارف تعملها. وبالتالي مش مجرد معرفتك للتمارين، يعني دلوقتي في ناس كتير جدا حاطين كمية معلومات كتير على الإنترنت موجودة، لو عملت سيرش بس على الطاقة هتلاقي معلومات كتير قوي. مش مهم التمارين، لأن كورس الطاقة يعني في اللايف بيكون 32 ساعة، فهل ال 32 ساعة دول هم كلهم انت بتعملهم في التمارين؟ لا، في جزء وعي، بعدين جزء تدريب معين عشان تعرف تفهم يعني ايه الطاقة، وبعدين خطوة خطوة لازم تمشي ستيب باي ستيب، وبعدين هو كان كذا يوم، فكل مرة بننتقل من يوم ليوم بنعمل، انا بعمل معاهم حاجات، هم بيعملوا حاجات، بعدين بيبدأ شوية لما ينام ويصحى يكون وعي واستوعب المعلومة اللي فاتت، فيبدأ تفكيره بدأ يتغير، حتى بيحصل لهم تغيرات كتير اثناء سماع أول يوم لو بيكون في الغالب 7 8 ساعات، وبعدين قام من النوم صاحي مهيئ للمعلومات اللي بعد كده بياخدها ويقعد يطبقها خطوة بخطوة بخطوة لغاية ما نوصل في الآخر للتمارين العميقة. مش مجرد إن أنا أقول لك تمرين كذا اعمل كذا هيبقى خلاص، لكن أنا هدي لك تمارين تعملها، بس برضه هكون بقرر اللي دارس طاقة وأخد فيها كورسات التمرين هيكون بيجيب معاه نتيجة أضعاف مضاعفة، لأنه واعي. الطاقة وعي إدراك، كل ما كنت واعي للمعلومة اللي بتتقال كل ما قدرت تتحكم في الطاقة أكتر. وهديكم مثال دقيق جدا حتى من تاريخنا الديني. عارفين كلنا أن بعض الناس يمكن في الديانة المسيحية أو في الديانة الإسلامية لما بيقرأوا بعض الآيات القرآنية على الأعضاء بنية التشافي بتجيب نتيجة اللي من ضمنها اسمها الرقية، بالمناسبة الرقية هي الريكي. المهم، فاكرين المقولة الشهيرة واللي دارس أو في تراثنا الإسلامي كمان للديانة الإسلامية مشهورة جدا المقولة دي، إن سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما لما يقرأ سورة الفاتحة، بس سورة الفاتحة، على أي حد مريض كان بيتشافى. ركزوا معايا عشان هنا أشرح جزئية مهمة أوي. فلما توفي سيدنا عمر أو قتل سيدنا عمر، واحد تاني جه وقرأ سورة الفاتحة فما جابش معاه نتيجة، فأحد الحضور قال هذه الفاتحة وأين عمر؟ حلو كده؟ ليه؟ الطاقة الوعي بتاع القارئ هو ده اللي بيجيب النتيجة، مش مجرد السورة نفسها. عشان كده دايما بقول للناس مقولة غريبة، والنهاردة هعمل يعني انتوا عارفين ببقى حريص دايما في ان انا اخرج معلومات تقيلة شوية، عشان احيانا
يعني الوعي العربي لا يتحملها، والناس اللي بتزيط في الزيطه ما بيصدقوا يمسكوا هوب حاجه عشان هوب تلاقيهم منزلها والحق ودي تي تي تي. فانا كل مره كده اما الاقي الناس جاهزين بنزل وبتحمل بقى الخبط والشتايم، مش مشكله. فاتوقع ان برضو دي هتتاخد، وهوب هتلاقيه في جروباتهم بقى والحق وتك تك، ويقعدوا بقى اللي بيكفر يكفر، واللي قاعد بيحلل وقاعد على الكنبه بتاعته يزيد في الزيطه. كنا نخوض مع الخائضين، بيخوضوا كده في سلوكيات الناس والتدخل في نياتهم والحكم عليهم كمان وعلى دينهم وحاجات كتير قوي. المهم، فالنهارده هعمل حاجه يمكن بقولها في الكورسات بقالي اكتر من 5 سنوات، والنهارده هطلعها ان شاء الله عشان اجابه لسؤال اتكرر كتير في الاسئله. يبقى هقول ان شاء الله بعض التدريبات البسيطه ان شاء الله اللي لسه مش دارس طاقه خالص هيستفيد منها، ولكن مهم تبقى عارف ان تكرار تطبيقك للمعلومات، يعني حتى اللي اخد كورس الطاقه من يوم ما خدته وعيك شيء، وبعد شهر او 2 من تطبيق التمارين وعيك شيء تاني، وبعد سنه من تطبيقك للتمارين وعيك مختلف تماما. يعني نفس التمرين لو عملته بعد سنة هيجيب نتائج أضعاف مضاعفة من لو عملته بعد الكورس على طول، أو لو أنت ما درستش طاقة خالص. والمثال كمان جدا عشان يوضح الصورة دي، واحد لسه داخل الجيم النهاردة، لو دخل مدرب علمه إزاي يعمل تمارين إما الضغط بقى أو الـ مش عايزك ألخبط عشان بتوع الجيم ما يزعلوش مني، المهم تمارين العضلات بقى الشد وسحب والكلام ده كله، تمارين البوش والبول والكلام ده، المهم بحاول اترجم بشكلها طلعت غريبه. المهم ف خلاص هو عارف التمارين، تخيل بقى 2 3 شهر بيواظب على التمارين، شكل عضلاته هتكون عامله ازاي، ولما يجي يشيل حاجات تقيله هتبقى عامله ازاي. طب شوفوا لما يقعد سنه كامله بيواظب على التمارين في الجيم، بعد سنه هيكون جسمه وعضلاته عامله ازاي. هي الطاقه كده بالظبط، في مهارات وفي حرفيا يعني اقدر اقول خلايا عصبيه بتتكون في المخ، تغيرات بتقاس بالاشعه فيزيكال ماديه بتتغير في مخ اللي بيمارس الطاقه بقاله فتره، كل سنه بتزداد جدا عن السنه اللي قبلها. فان شاء الله هدي في الاخر اخر اللايف باذن الله حاجات عمليه عشان تفيد اللي عايز يعرف الكلام ده كله. طيب، في سؤال هنا بيقول بكل الانواع انا مارست تاملات وتخيلات وأسباب مادية، يعني لم أترك سببا ظهر لي إلا وقمت به، نسفت التعلق بالأهداف، أشعر بالحماس وأنني في الطريق الصحيح، لكن النتائج المرجوة لم تظهر بعد. خليني هنا أقول حتة مهمة أوي، علشان الطاقة هي جزء غير مرئي، وهي تعتبر أقوى وأكبر شيء موجود في الكون، لأن الجزء المادي اللي ظاهر لا يتعدى 1 أو 2% من الكون كله. يعني حتى المعلومات العلمية وبحثوا فيها هتصدموا لما تعرفوا المعلومة دي، إن جسد الإنسان الفراغات اللي فيه كبيرة جدا لدرجة لو ضغطناه بحيث ما يكونش فيه أي فراغات ممكن يبقى مكعب صغير جدا، سنتي في سنتي أو 2 سنتي في 2 سنتي، لو ما فيش فراغات خالص. وكذلك الكون، يعني حتى بيقال في التجارب اللي بدأوا أو لما اتعملت الميكروسكوبات العملاقة وصوروا داخل النواة الإلكترونات والنواة، فبيقال إن لو كبرنا حجم النواة بحيث تبقى حجمها قد الصابونة، ودي يمكن أشرحها في كورس تطبيقات الجذب عشان الإنسان يعي تأثير الطاقة على الجذب الأحداث وتفاصيل حياته، لو النواة بقى حجمها قد الصابونة هيبقى الإلكترون اللي بيدور حواليها قد عود الثقاب أو عود الكبريت، والمسافة اللي بينهم تقريبا 2.5 كيلو إلى 3 كيلو متر، الباقي ده كله فراغ طاقي. علشان كده الوعي، اليقين، الإيمان، البليف يعني، الأفكار، القناعات هي أكثر تأثيرا في حياتك كلها من الأشياء المادية. وعشان كده لو ركزتوا هتلاقوا كل الديانات بلا استثناء جاية بتتكلم عن البليف، الإيمان، الأفكار. يعني قيل لنا زمان، وللأسف من ضمن المعلومات اللي كانت أنا بعتبرها مغلوطة، إن لو أنت فكرت في حاجة وما عملتهاش مش هتحاسب عليها، ولكن أكبر أنواع الذنوب هو الشرك، والشرك فكرة في الدماغ. إن أنت تشرك بالله فكرة في الدماغ، إن أنت تكفر ده عملية عقلية، إنك من جوه تقول ما فيش إله مع إنك لسه ما عملتش حاجة بره، ده خرجت خلاص من الملة أو من الدين. لو أنت من جوه بس كده يعني
اقتنعت وآمنت ان مفيش كرياتور وان الحياة كلها كده عشوائية، انت كده عملت لب الدين، نسفته اساسا، ده كله في الدماغ جوه. فده اصلا بيأثر على طاقتك جدا، ومن تشويه الطاقة بيحصل النتائج السلبية. فانا عايز اقول الاخ اللي سأل السؤال ده ان هو مارس كل انواع التأملات والكلام ده كله، عايز اقول لك ان انت مارست من وجهة نظرك. دايما بقول قاعدة مهمة جدا، انا عايز بس اقول احنا انا عندي ان شاء الله بكرة الساعة هنحدد احتمال تبقى 1 بالليل بتوقيت الامارات، و12 مساء السعودية، و10 11 مساء القاهرة. لايف هنكون انا ونانسي ونسرين طافش عشان نتناقش كده في حاجات كده لذيذة حوالين الحظر وازاي نستفيد منه، وبعض الاختلافات في سيكولوجية الرجل وسيكولوجية المرأة في التعامل مع الحظر وازاي نتعامل معها ونستفيد منها بإذن الله. طيب هرجع تاني، فما ينفعش اقول ان انا اخدت بكل الاسباب. اول ما تقول كده عقلك بيقف عن اكتشاف الخطأ، حتى يمكن انا عامل فيها حلقة من حلقات الفيديو. اول ما انا اقول انا عملت كل حاجة وما لقيتش النتيجة، انا بقفل عقلي عن ادراك المشكلة فين. وبالتالي انا يمكن عامل كورس اسمه قوة كلمة وتفكير، بتكلم فيه في تفاصيل كتير ممكن تبقى انت في حاجات مش واخد بالك منها، بس انا طبعا السؤال بتاعك محتاج اقعد اتناقش معاك عشان اعرف بالظبط ايه اللي انت ما عملتوش. ممكن تكون يعني عامل رسم للطريق، وهنا في برضو كذا كذا سؤال جالي على الفيسبوك وعلى انستجرام، يعني ايه ما رسمش لربنا الطريق؟ انت مثلا كنت بتغمض عينك وبتشوف ان البيت حواليه شجر او حواليه ميه، او ان في كان حد برضو من الاسئله بعت، حد كان بعت الـ 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 الايه بتاعت سيدنا زكريا لما كان بيدعي ربنا وان ربنا يرزقه الولد. انا بس بدور بسرعه، انا طلع اسئله سريعه كده عشان اجاوب عليها. فكان بيقول ان سيدنا زكريا كان بيدعي، طب ما كان بيدعي ربنا بالولد اهو، امال انت ازاي بتدعي بالولد او كنت بتقول شجر وبحر ولكن اهو السؤال اهو من الاخ اسمه ولاء عدن او اخت ولاء عدن. المهم فبيقول سيدنا زكريا لما طلب من ربنا وربنا رزقه بالولد، ما ده كان بيحدد ويرسم الطريق لربنا. فممكن نوضح النقطة دي بالنسبة للآية اللي بتقول أهو يرثني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فأنا هقول معلومة بسيطة جدا 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 إن شاء الله للي بيسأل على السؤال ده عشان تفكك لك موضوع رسم ربنا الطريق. بصوا بقى، لما انا اقول يا رب ارزقني ولد، ده الهدف النهائي. ما شرحتش ازاي، ما رسمتش لربنا الطريق ازاي، ما رسمتش ال يعني مثلا هو كان بيقول حتى لما الملائكة بشروه استغرب ده امرأة كبيرة في السن، فهو كده لما تم استجابة الدعاء هو استغرب، قال ايه ده، ازاي ومراتي كبيرة في السن وانا كبير؟ لو كان حط ان انا كبير وهي كبيرة في دماغه، يعني رسم الطريق، كان الدعاء ما استجابش لانه مش منطقي. فانا هدي قصة صغيرة جدا هتعرفوا الحتة دي، يمكن قلتها مرة مش فاكر فين، في حلقة من الحلقات تقريبا. احنا بنتعامل للأسف مع المطاعم ومع منيو المطاعم نفس التعامل اللي المفروض يكون مع ربنا. بمعنى انا بدخل بمسك المنيو بتاع المطعم وببص على الاكل واقوم قايل انا عايز كذا، بشاور على الاكله اللي انا عايزها، واقوم جاي للشخص اللي هو مسؤول الجرسون بقى ومش عارف بتسموه ايه في دول تانية. المهم تعالى انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، خلاص بيقوم رايح جايبها لي، وانا بكون قاعد مع صاحبي او مع حبيبتي او مع حبيبي او مع جيراني او مع زملائي نتكلم ونهزر. حد فينا بيكون شاغل هيطبخ فين، هيجيب الرز منين، هيجيب الطماطم منين وهو بيعمل السلطه مثلا، هيحط الكاتشب انهي نوع، هيحط الملح من انهي نوع، انا خلاص مش عارف، مش شاغل دماغي هيعمل ازاي. انا واثق في المطعم وعارف ان هو بيقدم لي اكل صحي، حتى لو باخد اكل صحي بيبقى مكتوب لي انه اكل صحي او مثلا اورجانيك او اكل ما فيش فيه سكر، خلاص انا طلبت الطلب وهو هيتصرف. اللي بيرسم لربنا الطريق بقى، لو سمحت انا عايزك تجيب سلطه
بس بعد إذنك الطماطم تكون من محل الخضار بتاع الحاج فلان، والخيار تنقيهولي الخيار يكون رفيعة، وإيه بقى ما تكونش تخينة من النص كده، عايزة رفيعة، ويكون يا سلام بقى لو خيار صوب، وتحط يعني الملح كذا ويكون نوعه كذا، والخل إيه يا عم ده هتقعد ترسم الطريق ليه؟ إحنا بنقعد نعمل كده ربنا للأسف شديد. أو شوف الخيارة اللي نوعها كذا، أو الطماطماية اللي من كذا، إذا يا رب جوزني فلان هو ده اللي هيسعدني. لا، لما انا اكون محدد لربنا ان ده اللي هيسعدني، ما انت محدد شخص باسم بجنس بطول بلو، ايه ده في ايه؟ فانت بتخرب الدنيا. ليه؟ لان هو ممكن يكون هو الشخص مش عايزك. ربنا مش لم يجعل لنا سلطان على الاخرين، وقلتها كتير قبل كده. لو كان الانسان الطاقة بتاعته والمعلومات والعلم اللي عنده يخليه هوب يركز على فلان يتجوزه، ده كانت الدنيا باظت. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلى عمه يدخل في الاسلام بقى، ده ما فيش طاقه اعلى من كده. كان زمان انا طاقتي عاليه، يلا شفت واحده عجبتني ومراتي ممكن تموتني النهارده اهو، يلا اعمل لها تمارين واجذبها اتجوزها. ايه في ايه؟ بيبقى خلاص سلبنا الحريه من الاخرين. الجذب والطاقه تاثيرها على كل ما هو مسخر ليك من مشاعر، من نتائج، من احداث، من ماديات، ولا من أفكار، من انفعالات، من حالة معايا. لكن بشر لا. أحيانا الإنسان السلبي هو اللي اختار أن يكون مقاد لبعض البشر، ولكن مش الكل بيمشي معه. فهمت أقصدي؟ وبالتالي ده اللي بسميه بقى أن أنا برسم لربنا الطريق. لما أقول يا رب ارزقني ولد، حلو كده، ارزقني ولد عشان كذا وكذا 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 وكذا، حلو. ركزوا معايا بقى، انا عشان ممكن انا هنا بقى هتعمق شويه في الجواب، عشان لو ما كنتش بركز ركز معايا. لو انا النهارده قمت قايل طيب ثانيه واحده، ما ممكن يكون هو مركز على ان يا رب ارزقني ولد، والولد ده عشان يعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا، فانا كده راسم لربنا الطريق. هقول له حلو قوي، ازاي بقى نفرق في الحتة دي ما بين رسم الطريق وما بين انت بتقدم تصورك كبشر؟ بمعنى ما انت من حقك، انا النهاردة مثلا لما بقول وانا بتعلم، خدت بالك ان انا لما كنت قبل كده بدعي وعمال ارسم، وهتبقى فين؟ هتبقى في القاهرة، هتبقى في اسكندرية. لا طب انا مش عايز ارسم ربنا الطريق في ابو ظبي، اللي هي عمري ما كنت والله وانا بعمل التمارين دي عمر ما كان هيجي في ذهني ولا في خيالي اصلا انها تكون في ابو ظبي. اقول لكم نكته، والله ما كنت اعرف ان ابو ظبي عندها جنبها ميه ولا فيها بحر اصلا، ما كنتش اعرف اساسا. وبالتالي امتى بقى تعرف اذا كان رسم طريق ولا مش رسم طريق؟ مشاعرك اللي هتبين لك. وعايز اقول لكم معلومه، ان سيدنا زكريا قعد فتره كان الدعاء لسه لم يستجب، لغايه ما زود اليقين لما دخل على السيده مريم. فلما لقى السيده مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ركز معايا كده، قال أنى لك هذا، هو كان بيرسم الطريق. قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك لما تفكك رسمه الطريق، اصل المفروض هي في محراب، فعشان يجي لها الرزق لازم بروسيس احنا متعودين عليه، فهو لقى البروسيس او الخطوات دي ما حصلتش فاتلخبط، فهي نسفت له رسمه الطريق اللي جواه. وبالتالي لما اتنسفت رسمه الطريق، لان كان ممكن يكون هو بيدعي هيجي لي ولد ازاي، اصل مراتي، اصل كذا، اصل كذا، فلما اتنسفت رسمه الطريق تحقق إجابة الدعاء. طب لو هو كان راسم بقى ان انا عشان كذا كذا مش هيعملها لي للابن، والله ما كانت جت. يبقى تعرف بقى انا شرحت الحتة اللي هو الولد هيجي لي ازاي. طب لو انا كنت راسم النتيجة على الولد، معناها متعلق بيه وهموت عليه ومش قادر اعيش من غيره، مش هتيجي خالص. فهمت اقصد ايه؟ يبقى كمان المشاعر لما تلاقيها قوية جدا، وان انت شايف نفسك مش هقدر اعيش من غير كذا، او متوتر ومنفعل لغاية ما ده يجي، ده معناه رسم الطريق. طيب، في حد اسمه فواز بيقول لي كيف اكسب المال حتى اشترك بكورس احمد عمارة. طيب بصوا، عشان في برضه كذا سؤال جه على الفيسبوك وعلى انستجرام في الحتة دي.
في ناس قالوا ما تعمل تخفيض او ادي حاجات مجانيه مثلا لكورس قوه الكلمه والتفكير وكورسات الاكاديميه وكذا كذا. هو انا عايز اقول لكم معلومه، ان انت مهما تعمل للبشر عمرك ما هترضي البشر. فاكرين قصه كنا بناخدها واحنا صغيرين، قصه جحا والحمار وابنه؟ ركبوا على الحمار، قالوا ايه الناس المفتريه دي، هيفطسوا الحمار. نزلوا مع الحمار، مشوا جنب الحمار، الناس الغبية دي عندهم حمار ما بيركبوهوش. فالأب ركب ونزل الابن، ايه الأب المفتري ده ممشي الواد وسايبنا وقاعد هو مستريح فوق الحمار. قال له يا ابني خلاص انا هنزل انا امشي واركب انت فوق الحمار. فعدى على الناس، ايه الابن المفتري اللي سايب ابوه ماشي الكبير وقاعد هو على الحمار. قال لك خلاص تعال نشيل الحمار. فقال لك ايه المتخلفين العقليين عندهم حمار وشايلينه، راحوا رايحين بينه في البحر. البشر كده عمرك ما هترضي كل البشر. فانا هقول لكم خلاصة، كورس قوة كلمة التفكير في الأكاديمية ثمنه $150، وأنا بنيتي قدام ربنا سبحانه وتعالى عشان أفيد أكبر عدد من الناس، عامل فيه تخفيض للإنسان اللي عنده دخل بسيط، أو يعني ما عندوش، ما فيش شغل بيعمله مثلا ودخله أقل من $300، أيا يعني كان بقى، ممكن يكون طالب، ممكن يكون بياخد مصروف من والده وما عندوش الدخل ده، عامله $35. فاهم يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تكون بتاكل في الشهر أكتر من كده بكتير، بتشتري أحذية أو ملابس في حياتك أكتر من كده بكتير. ركزوا معايا، جيت مرة عملت فترة وديت تقريبا 1000 شخص الكورس، وعملنا كذا كذا حاجة كده واتصلنا بيهم بعض الناس، فوجئت إن كمية الاستفادات من اللي أخدوا الكورس مجانا مفيش. قمت لغيت موضوع المجاني ده وخليت الكورس مخفض، وركزوا معايا في اللي هقوله. وأعلنت يوميها وقلت كذا مرة، حتى كذا حد كلمني قال لي يا دكتور لو سمحت انا معايا فلوس وعايز اشتري الكورس لحد من اللي مش قادرين. قلت له لا. ليه؟ ركزوا معايا في الحته دي. قلت له اللي مش هيحط خطه، ده هدف بسيط، $35 ده هدف عبيط. وركز معايا في اللي هقوله، اللي مش هيعرف يحط خطه ويحوش شهر 2 3 4 5 علشان يجمع المبلغ ده، فهو اصلا غير مستحق وغير مستعد للتطبيق، فهياخد كورس قوه كلمه وتفكير ومش هيطبق. يبقى انت ازاي هتطبق في الاف وملايين اذا كان مش عارف تحط خطه عبيطه ل 35 دولار وتجيب الفلوس دي؟ ركزوا معايا تاني، انت مش عارف تحط خطه وتبني عليها جدول وتشوف هتعمل ايه علشان تجمع $35 وعايش حياتك تبقى جنه. وبالتالي بالنسبه لقوه كلمه التفكير قلت لهم ده التخفيض وبينزل مره كل شهر، يعني اول كل شهر ميلادي، وفي كذا كورس اساسي في الاكاديميه كده زي قوه كلمه التفكير، تطبيقات الجذب، الكارما، العلاقات، اختيار شريك الحياه، الامان التام، وهيبقى الثقه ان شاء الله كمان، وهيبقى بتاع الاكتئاب، وهيبقى كمان اختراق المجال الطاقي، وفي كورسين كمان لسه بجهزهم زي البدايه، هيبقى عليهم تخفيضات. انتبه بقى، اللي مش هيطبق المعلومات الاساسيه الرئيسيه دي بجد مش هيعرف ياخد الكورسات التقيله، لان من بعد كورس الطاقه الكورسات مش هتكون مخفضه، وكل مره الليفل بتاعها بيكون اقوى واتقل ومحتاج حد جاد بيطبق. لن تستطيع الاستفاده الا لما تكون جاد فعلا وبتطبق. وهقول معلومه تانيه، الكورسات او المحاضرات والحلقات التلفزيونيه اللي انا منزلها على اليوتيوب انا منزلها بعنايه، وكنت مع المذيعين بختار المواضيع كل مره بطريقه معينه، ولما كنت اطلع في حلقه في التلفزيون واقول معلومه واحس انها ناقصه كنت ساعات بتعمد اعملها مع مذيع تاني عشان اقول فيها المعلومه اللي ناقصه، لانها مجانيه فانا عايز اكبر عدد من الناس اللي بيشوفوا الحلقات المجانيه يستفيدوا. اللي سمع الحلقات المجانية ومعرفش يحوش عشان ياخد الكورسات يبقى ما بيطبقش. وبالتالي انا مش سايب لك حجة، لو بدأت من انا عندي تقريبا اكتر من 600 اصدار مجاني ما بين محاضرات وحلقات تلفزيونية وحاجات كانت، مع يمكن في حوالي 150 حلقة مسحوا من اوربت، بس هتلاقيهم موجودين على فيميو تقريبا، او على حاجة اسمها موشن، اسمها ايه المهم، برضو سايت تاني من السايتات بتاعت الستريمينج او الفيديوز اسمه ان موشن باين، المهم مش فاكر اسمه ايه، المهم انت لو عملت سيرش هتطلعه. فاللي انا اقصده ايه، ان في حاجات كتير لو انت قعدت بهدوء
تفكر عشان تطلع وتشتري او تطبق، هتلاقي نتائج حصلت في حياتك، وساعتها هتقدر تستفيد ان شاء الله. وخد القاعده دي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اللي بينفق حتى لو جرب كده، شوف مره كنت واخد كتب او منزل كتب PDF من غير اذن اصحابها واخدها كده مجاني، وجرب مره رحت اشتريت كتاب واتفرج على الاستفادتين، هتدرك الفرق ان شاء الله. حد بيقول لي كيف أنجح وأحقق أهدافي وأنا في الحجر الصحي وبأقل الوسائل المتاحة؟ وشكرا. اسمها نادية ماين. بص يا نادية، احنا انا طبعا قلت عايزين الأسئلة المتعلقة بالتسريبات اللي انا عملتها، بس انا هاخد ده سريعا. اي عسر في الكون ربنا واضع معاه يسر، واحنا اللي تعودنا مع التكنولوجيا اللي اثبتت النهارده، يعني العالم المادي اللي كنا عايشين فيه، اللي حته فيروس صغير اثبت لنا قد ايه حجم الناس بجد وحجم القوى العظمى في الارض. يعني بعد مرحله كورونا ما هتعدي، هيحصل تغيرات جذريه في الارض بصفه عامه، فهنكتشف حاجات هتتعرى بصوره قويه. فاكرين لما سبحان الله كنت في مديتيشن من المديتيشنات وانا بعملها اول السنه الجديده، حسيت ان ده عام التعري، وكانت حاجه نورت جوايا كده، فاطلقت عليه من بدري عام التعري. لو تفتكروا لايف انا ما كنتش نزلته عشان كنت عايز اطور فيه، ولكن دخلت احداث كورونا بقى عطلتنا، فهو فعلا عام التعري. فخلي بالك من ضمن التعري ان اليسر اللي كان ناس كتير مش شايفينه ومش ظاهر قدامهم هيتعرى. كان العسر هو اللي ظاهر، الان سيتعرى اليسر. هيتعرى اليسر ازاي؟ اول ما تكون محايد مع الاحداث، في حاله قبول ليها ايا كان، وبتعمل اللي عليك، وبتتفنن في الجلوس مع النفس لاكتشاف المواهب اللي جواك. في مواهب دفينه الان جوه كل واحد فينا، لو قعد وركز هيطلعها بمنتهى القوه، وفيها اليسر اللي هيطور حياتك. عارفين زي ما بيقولوا كده، مع كل حتى بيقولوها زمان، تولد او يولد الابتكار من رحم المعاناه. هو ده بالظبط، ان مع العسر يسر. كل ما الانسان يضغط يضغط يضغط، ربنا حاطط مخارج هتطلع من حيث لا تحتسب، بس تبقى هادي ووافق ومستعد، وعقلك مستعد ومحفز عشان يجيبها. طيب في حد بيقول أمنية، انت قلت ان المرأة لما يكون عندها مشاكل جنسية مع جوزها، خصوصا لو في خيانة أو حدوث كبت ما، ده ممكن يسبب لها سرطان في أعضائها الأنثوية. طب هي إزاي ما يحصل لهاش كده؟ ممكن تعمل إيه عشان ما يحصل لهاش كبت وكتم مستمر؟ إزاي هي يحصل لها كده بسبب حاجة في إيد الزوج؟ ودي معلومة خطيرة قوي. أنا يمكن قلت قاعدة ودي بقت ظاهرة قدامي لما درست الطاقة وكررتها كتير، فهعدها من أجل الإفادة. الأكثر ألما هو الأكثر سببا. هعيد تاني، الأكثر ألما هو الأكثر سببا. وساعات لما بيجي لي جلسات لنساء جوزهم عنده علاقات مع إناث أخريات، فأقول لهم المعلومة دي، مش عيب يبقى هو اللي بيعمل الغلط وبيعمل الذنب وبيعمل علاقات تانية حتى لو علاقات كاملة فواحش يعني، وانت اللي بتتعذبي. ما فكرتيش فيها كده؟ طب طالما انت اللي تتعذبي، بتتعذبي ليه؟ ويمكن انا عامل حلقة لو سمحتوا اسمعوها بعمق مرة واثنين وثلاثة، ممكن اللايف الجاي اوضح فيها اكتر تفاصيل، لان كنت عاملها سريعا من حلقات سلفيديو، اللي هي الفرق ما بين الذنوب والسيئات. الذنب هو الحاجة اللي بينك وبين الاله، والسيئة هي الحاجة اللي بينك وبين البشر. حلو كده؟ في فرق بين السيئة والسوء، هنتكلم فيها بعدين لما افصل اكتر، بس بصفة عامة السيئة هي اللي بينك وبين البشر. حلو، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو راجل النهاردة راح عمل علاقة كاملة فاحشة مع انثى تانية، هي موافقة وهو موافق، ما عملش سيئة، ولكن ده ذنب وربنا اللي نهى عنه، فدي بينه وبين ربنا. لو قعد بس استغفر ربنا هيغفر له، ونوى بصدق ان ربنا يعينه، خلاص اتمسحت الطاقة بتاعتها. ولكن لو انا قاعد سميته الفاسق، القذر، الخاين، انا كده برتكب مصيبة اسمها سيئة، ان انا بحط احكام بتألى على الله، يقوم الطاقة بتاعتها مدمرة بالنسبة لي وبتدمر طاقتي حرفيا،
ولا يمكن تروح إلا ما هو يسامحني أو أنا أعمل له حاجة حلوة. يعني السيئة ربنا بيقول في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، لازم أعمل حسنة. عشان كده زي ما شرحت في أحد التسريبات إن اللي جاله مرض معناها تراكم كارما سيئة مع أشخاص كلم عليه سلبي. حتى لو بتتكلم على حد، أنا يمكن في حاجات كتير من الكورس ما قلتهاش أو ما طلعتش كله، يعني حتى لو بتتكلم على حد يعني محتل، نفترض النهاردة شارون مثلا، شارون اللي احنا كلنا عارفين ان هو احد القادة اللي احتلوا فلسطين والكلام ده كله، ولكن انا لو سبيته او اغتبته او قلت عليه كلمة سلبية، انا عند ربنا اسمها غيبة، عشان بس انا عشان تعرف انا بخبط في بتوع الموروث ليه. عندك انك تحارب ومحارب، ربنا مديلك مخارج حقيقية لو بتطبق الدين صح. عايز تتصدق لاخواننا هناك تتصدق، تعمل لهم مثلا تبرعات عشان تساعدهم، عايز تدعي لهم ادعي لهم، اعمل كل حاجة، لكن تعمل غيبة لا، تتريق عليه لا، لا يسخر قوم من قوم. كل الكلام السلبي ده بيعمل كارما سيئة. فهمت اقصد ايه؟ ما تعملش مبرر انه عشان اخطأ يبقى انا اشتم وانا اعمل، ده تست اصلا من ربنا، ده ربنا سبحانه وتعالى حاططنا في موقف ان حد يجي يحتلك، ها هتطبق الدين ولا لا؟ وعندنا قصة شهيرة جدا جدا جدا، كان سيدنا علي بن ابي طالب بيحارب احد الاشخاص، وبعدين هو بيحاربه فالسيف طار، قام الراجل بثق على وشه، تف على وشه يعني، لقى نفسه هيتنرفز هيغضب، قام سايبه ماشي. ليه؟ هو انا مش بحاربك عشان متنرفز منك، ولا بحاربك عشان انت قذر وانت كذا وانت كذا، لا، انا بحاربك عشان انا في هدف عايز اعمله وانت واقف قصادي، خلاص، فانا بحاربك عشان اعمله وانت واقف قصادي، لقيت نفسي هينفع اعمله من غير توقف قصادي، خلاص شكرا هعمله، انا مش هدفي اقتلك، انا ده بالعكس، ده انا لو بطبق الدين صح انا هدفي ان ادعي لك ربنا يهديك تعيش في حياة سعيدة، ده هدفي. اللي فاهم الدين صح الهدف يا رب يمكن ربنا يخرج من اصلابهم من يعبد الله ورسوله، ده الهدف، الناس تكون سعيدة ومستمتعة، يا رب اهديهم، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. قومه دول اللي قتلوا اصحابه وطردوه من بيته، ده الدين الصح بقى، مش اشتمهم واقعد اقول كلام سلبي عليهم. فخلي بالكوا عشان دي حته خطيره جدا، الاشياء الاحكام السلبيه اللي بنقعد نحطها والغل والنار. بالمناسبه هقول معلومه خطيره، انا عارف انها لما بتطلع للاناث من راجل بتبقى يعني مش متقبله او احيانا بتكون شديده شويه، ولكن انا هقولها وعشان تفكروا فيها وتتاملوا فيها. لا يمكن انثى حقيقيه متصله بالله سبحانه وتعالى مكتمله الانوثه وفي حالة اتصال بالله عالي تحس بانها متقطعة ونار رهيبة جدا بتقطعها لما الزوج بيعمل علاقة مع انثى اخرى. انسوا اللي بيحصل في الاعلام، حلو كده؟ طب ايه اللي بيحصل؟ اللي عندها ايجو عالي او بتستمد قيمتها من اهتمام زوجي بي، اول ما تعرف ان زوجي اهتم بغيري بتضرب في مصدر قيمتي، وهو ده لب الكانسر. أول ما مصدر القيمة بتاعي يتضرب ويقف، الطاقة السلبية بتملى الجسم، وبالتالي الخلايا بتبدأ ساعتها تتأثر وتموت. عشان كده أنا بركز جدا في كورس الطاقة إنك تكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى بس بفهم عميق للطاقة، وبالتالي تبقى في أعلى اتصال. واللي بيطبقه صح مستحيل أصلا يتحط في حاجة زي كده أو يطعن الطعنات دي. مش هقولك إنك هتبقى 100% كده، لأ، احنا بناخدها تدريجي، ممكن تتخبط وتتألم، بعد كده تقعد مع نفسك تراجع حساباتك، ترجع قيمتك من الله سبحانه وتعالى اكتر واكتر عشان تبدأ تعدي المرحلة دي، وبالتالي تنسف الاحكام. فاول قاعدة عشان اوقف تأثير الطاقة السلبية لو حد بيسمعني الان، لان خلي بالكو في ناس فاكرين ان الطاقة زي الكهرباء، يلا وصل فيشة اخدت الكهرباء، لا، الطاقة اقوى مفجر ليها في جسم الانسان هو الفكر، يليه السلوك، يليه الاكل. ففي ثلاث حاجات رئيسيين بيظبطوا الطاقه، وزي ما قلت لكم هقول لكم حاجات منهم مهمه ان شاء الله اللي عايز يحسن طاقته معايا، هقول لكم حاجات فكريه وحاجات سلوكيه وحاجات في الاكل عشان تطور طاقتك. فاحنا للاسف بافكارنا بنحط احكام فده بيدمر الطاقه. اتنين، بنعمل سلوكيات سيئه، كزي مثلا اي حد النهارده ممكن ينزل، ما تزعلوش مني عشان اللي فاهم طاقة يدرك اللي بقوله، لو انت نزلت النهاردة اي منتج في حد عامله يكون بيتباع وانت خدته من غير ما تديله فلوس، انت الان
بتفتح مجال الطاقة بتاعتك لطاقة الظلم، ودي الظلمات. عارفين الظلم أصلا جاي منين؟ من ظلمة، من ظلام، من طاقة سيئة، وأنا بشرحها بالتفصيل في الكورس. وبالتالي حتى لو أنت فاكر إيه ده، أنا ما كنتش أعرف، مش حاسس ما كنتش أعرف. في السيئات مفيش حاجة اسمها ما كنتش أعرف، خلي بالكم. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي ملخبطة دماغي زمان، وما كانتش داخلة دماغي لغاية لما فهمت موضوع الكارما وموضوع الطاقة وتأثيرها والسيئات. كنت بسأل نفسي سؤال، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حاطط دية للقتل الخطأ؟ طب أنا مش واخد بالي، أنا النهاردة مش واخد بالي، سايق سيارتي في أمان الله، أم عيل صغير طلع يجري قمت خبطه بعربيتي موته. ليه ربنا حاطط تشريع صارم مع اني ما عملتش حاجه؟ انا مش، انا والله لا نيتي اقتله ولا عايز اعمل اي حاجه. ليه؟ يا تدفع ديه يا هم يسامحوا، اشمعنى؟ ركز معايا بقى، لان الموضوع مرتبط بالطاقه حرفيا. لما انا قتلت الولد ليهم ايه اللي حصل؟ طاقتهم هتبقى ايجابيه ولا هتتدمر من الالم؟ ايوه، طاقتهم هتتدمر من الالم. ولو انا هربت رغم ان انا القتل بتاعي خطأ، الطاقة بتاعتهم ستصيبني وستظل تصيبني طول حياتي. عشان كده، لان في الكارما مفيش حاجة اسمها مش واخد بالك، لازم يا تدي لهم مبلغ يتلهوا فيه ويهدوا، يا هم اللي يسامحوا فطاقتهم تبقى من ناحيتك ايجابية علشان الطاقة السلبية ما تجلكش. فلازم هم اللي يسامحوا او تدي مبلغ يهدي ويطفي النار اللي جواهم. حلو كده؟ وبالتالي مفيش حاجه اسمها معرفش في السيئات. السيئه سيئه، مفيش حاجه اسمها فيها معرفش، وموضوع خطير. عشان كده ركزت، لازم تدرك الفرق بين السيئه وبين الذنب، وما اكثر اللي دمر حياه الناس بسبب السيئات. وانا عامل برضو من حلقات الفيديو حلقه اسمها كيف تطهر قلبك من الران والزيغ، وشرح فيها بالتفصيل الحاجات اللي ممكن تكون بتعملها عشان بتلوث القلب، وزي تعملها عشان تطهر قلبك ان شاء الله. طيب، في حد بيقول ايه ما كيف نعرف او ما هي علامات ضعف الطاقة لدى الشخص من الناحية الجسدية؟ اول ما تبدأ تحس بانك بقيت مرهق، بانك اقرب للكسل من النشاط، بان الحاجات اللي كانت بتمتعك وبتدخل عليك البهجة والراحة زمان ما عادتش موجودة، أو بقت موجودة بس ما عادش ليها طعم. أول ما تلاقي نفسك أسرع في الحزن أو أسرع في الألم وبتعاني أو محتاج جهد وتخطيط وتكتكة عشان تبقى سعيد، أول ما تلاقي الأشياء السلبية بتجذب لحياتك أسرع، المشاكل أسرع، اللخبطة أسرع، أول ما تلاقي إن أنت بسرعة بيجيلك مرض وبيطول، أو البرد مثلا كل شوية رشح، كل شوية كحة وتقعد مطولة على ما تروح، أول ما تلاقي أداء جسدك بتتعب بسرعة، بترهق بسرعة، بتصدع بسرعة، عندك صداع كتير، اللي بيجيلهم القولون والكلام ده كله، حالة الوهن، الحاجات بتحصل بصعوبة مثلا الحمل أو الولادة أو الدورة الشهرية للنساء بتبقى متعبة ومجهدة وبتتعبهم وتهدهم في البيت معايا، كل دي علامات الطاقة السيئة. الأداء الجنسي لو متزوج بدأ يتأثر أو بدأ يبقى فيه مشاكل، كل دي علامات إن الطاقة قلت في الجسد. لأن إحنا للأسف يا جماعة بناكل أكل ميت، أكل غير صحي. حتى اللي أنتوا فاكرينه هيلثي من منظور الطب، ما زعلوش مني، ماليش دعوة من منظور الطاقة، في برضه مشاكل. وبالتالي لازم قلتها كذا مرة، لازم يكون من أكلك الطبيعي اليومي جزء كبير يتعدى 20-30% أكل حي، يعني قبل ما تحطه في بقك ينفع تزرعه. يعني أنت حتى كمان معلش لو خرطت السلطة كلها في خلال ربع ساعة عشان طاقة الحياة ما تروحش، لكن لو بتاكل الخيارية كده طبيعي أحسن، كل ما كلتها وهي حية كل ما طاقة الحياة أعلى. هو ليه لما ناخد الثمرة من الشجرة بيكون طعمها أروع 1000 مرة من لو سابت يوم؟ طاقة الحياة بتخرج منها. وبالتالي كل ما كان الأكل اللي ينفع أكله ينفع يتاكل وينفع يتزرع، ده اسمه طاقة حية، فكتر من الطاقة الحية دي في أكلك. حد يقول لي لحمة يا عم، خلاص ده شيء تاني، أنا بتكلم على اللي ينفع يتزرع دلوقتي، كتر منه مع الأكل بتاعك وابدأ نوع، خليت 50% يبقى واو، كل ما زودت اكتر يبقى احسن بكتير، هيفيدك اكتر ان شاء الله. طيب
حد تاني بيقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، لو سمحت ساعدني، انا عالم الخوف والرعب وما اقدرش اتغلب عليه، وجزاك الله خيرا. طيب انتظروني بكره، طبعا انا في عندي كورس اسمه الامان التام، وبما ان ركزوا معايا بقى عشان اقول كده مفاجاه حلوه، بما ان الاحداث اللي احنا فيها الان في كورونا، اهم حاجه الانسان لازم يركز فيها هي المناعه النفسيه اهم واخطر من المناعه الجسديه، ففي قرارات صارمه جميله حلوه مفاجاه ستصدر من الاكاديميه بكره ان شاء الله، يعني تقريبا 4 عصرا 5 عصرا باذن الله، فساطلعكم عليها، تابعوا عندي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى السناب شات، كل مواقع التواصل هينزل البيان الرسمي بمفاجآت رائعة إن شاء الله في هذا الموضوع. طيب في حد بيقول لي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا كنت إنسان مفعم بالحيوية والنشاط، فبين عشية وضحاها أصبحت فاقد للذة في الحياة، أصبحت فاقد لكل شيء، فذهبت البسمة من وجهي، أبدأ يومي بسلبية وأنهيه بسلبية، لقد فقدت كل الطاقة الإيجابية مع مشاعر وأفكار سلبية وخوف مستمر شديد أعيشه كل ثانية كل دقيقة، أريد أن أرجع إلى حياتي لقد افتقدتها. شكرا جزيلا دكتور أحمد عمارة. طيب اسمه دليل 9443، يا أستاذ دليل أو يا أستاذة دليلة، مش عارف بقى دليلة ولا دليل، مهم لو أنا شفت 1 2 3 4 5 6 7 8، ركزوا عشان دي معلومة مهمة جدا في الطاقة، الطاقة لأنها مش مادة، عارفين لو أنا جبت إزازتين أو كوبايتين مثلا، أو يلا اعتبروا ده، اعتبروا دول إزازتين خلاص، موبايلين أهم خلاص كده، والموبايلين دول كوبايات ازاز، هنا كوبايه فيها ميه سخنه وهنا كوبايه ميه عاديه، وحطيتهم جنب بعض حلو وسبتهم كده بتاع دقيقتين، ايه اللي هيحصل رغم ان هما مش لامسين بعض؟ انا سايب مثلا نص سنتي بينهم، حلو، الطاقه الحراريه هتنتقل من الموبايل ده لو ده السخن للموبايل ده في وقت على حسب بقى المسافه قد ايه، حلو كده، كذلك الكومنتات مغطية عليهم، خلاص يا سيدي هرفع تاني ده الانستجرام، طيب هتلاقي الفيسبوك مظبوط اهو اهم كده خلاص، لو موبايلين او كوبايتين حطيتهم جنب بعض، دي فيها مية سخنة ودي فيها مية باردة، وسبتهم كده بينهم نص سنتي وسبتهم جنب بعض، ايه اللي هيحصل؟ الطاقة الحرارية هتنتقل تدريجي للكوباية التانية. طب سبتهم دقيقتين وبعدتهم، هل هتبقى نفس لو سبتهم 10 دقايق؟ اكيد لا، ال10 دقايق هتنقل اكتر، ده اللي بيحصل بالظبط، دي الطاقه الحراريه. الطاقه اللي بنسميها الحيويه الناتجه عن الفكر والخيال بمقدار، ركزوا بالله عليكم دي معلومه مهمه جدا وملهمه للي هينتبه للي بقوله، كل ما فكري كان مركز، لو انا مغمض دلوقتي او سرحان، اللي بيقول لي ما اعرفش اتخيل اقول له واللي بيسرح ده اسمه ايه؟ ما ده خيال، بس خيال الشيطان اللي يقوده، انت ما اتدربتش تبقى انت قائد لخيالك. المهم لما انا اكون سرحان، يعني حصل اتصال فكري ما بيني وما بين شيء، الطاقه بتاعته بتبدا تنتقل الي بمقدار الوقت اللي انا استغرقته في هذا الخيال. فقول لي بالله عليك او قولي لي يا دليل او يا دلال او يا دليل، المهم انت قاعد دلوقتي مركز على ايه بالظبط وبقالك وقت قد ايه مركز عليه، فشيء طبيعي الطاقه عماله تيجي ليك بمنتهى القوه، فاللي جاي هيبقى من نفس الدرجه. لو تعرفوا ان الواقع هو وقوع اللي جواك، قلتها 50، مش عايز اكون ببالغ يعني كتير جدا، الواقع هو وقوع ما في داخلك، فلو انا النهارده الدنيا بره عذرا بيقولوها عذرا بس انا اسف المهم شكلي كلت حاجات حلوه كده النهارده، العزل وسنينه. المهم فلو انا النهارده الواقع بتاعي في حاجات انا مش عايزها، وانا غمضت عيني وفضلت حريص طول الوقت اني اتخيل شكل اللي انا عايزه، اللي هيحصل من خيالي طاقتي هتبدا تتحسن من الحاجة الجميلة اللي أنا عايزها، فالآن طاقتي بقت إيه؟
بقت إيجابية، بقت رائعة، فهكتسب الحماس والأفكار اللي هيخليني أقوم، ما أفضلش قاعد متحسر. صح؟ عشان كده دايما بقول للناس بلاش تقعد توصف وتبالغ في وصف الحاجة اللي أنت بتعاني منها. ركز وبالغ في وصف اللي أنت عايزه. خليني أعيد لك كده السؤال بتاعك. لو أنت كنت بتقول يا دكتور أنا أريد أن أمتلئ بالحيوية والنشاط، عايز يبقى عندي متعة ولذة في الحياة، أبقى عايش كده أول ما أفتح الشباك أبتسم، أحس الهوا هو داخل كده على خدودي بينعشني، عايز أفضل دايما مبتسم وكل ما حد يبصلي يقول بسم الله ما شاء الله، إيه الوش المنور ده؟ الله عليك، أنا أول ما شفت ابتسامتك ارتحت. أنا عايز أبقى طول ما أنا ماشي أبقى مصدر بسمة لكل الآخرين، عايز أبدأ يومي وأنهيه بكل الإيجابية، بالروعة، بالرقي، بالأخلاق، أبتسم في وش المحيطين، أعمل لهم حاجات حلوة، أبقى دايما مصدر لإسعادهم وأخليهم دايما مبسوطين، وأكون مطمن وأي حد من اللي حواليا أو من الناس الموجودين على السوشيال ميديا أتكلم معاه أديله أمان وأديله اطمئنان. والله لسه ما عملت حاجة بس طاقتكم كلها اتغيرت. أنا لسه ما عملتش حاجة، ده بس مثال عملي كده الطاقة ازاي بتتغير بس لما تفكيرك يتغير. أنا بس عكست عبارات السؤال بتاعك، بس عكستها. عشان كده البداية لما تكون فاهم الطاقة إنك مهم تكون عارف إن اللي أنت بتركز عليه بينقل الطاقة ليك، وبالتالي هتبقى طاقتك اوتوماتيك. وانت عمال تتخيل، هقول لكم سر بقى من اخطر اسرار الطاقه. اول ما تفكر في حاجه بينشأ مجال من الطاقه بينك وبينها، فالافكار المحيطه بالحاجه دي بتبدأ تجيلك في شكل الهامات، سواء كانت الحاجه دي سلبيه او ايجابيه. ركز معايا، لو انا عمال افكر دلوقتي ازاي اخلي الناس سعيده وان انا اكون مبتسم وان انا اساعدهم وادخل البهجه على قلوبهم وازودهم الامان، انا كده بقى كل تخيلي في امان وسعاده وراحه من تكرار ارتباط الخيال بتاعي بالطاقه دي. الافكار الملهمه هتجيلي، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، كل الافكار هتكون مرتبطه بالحاجه اللي انا تخيلتها دي وبالموضوع ده. والعكس صحيح، لو تخيلت الحياه بقت جحيم وتشاؤم وفقدت اللذة في الحياة وأصبحت أعاني، هيجي لك أفكار هتقوم تعملها هتزود الطينة بلة، لأن الأفكار اللي بيجي لك الآن من نفس درجة المشاعر اللي أنت بقيت عليها. عشان بس الوقت عايز أديكم شوية حاجات عملي كده تبدأوا تعملوها، وزي ما قلتكم هنتكلم في حاجة متعلقة بالأفكار وحاجة متعلقة بالسلوكيات وحاجة متعلقة بالأكل. خلاص؟ أول حاجة المتعلقة بالأفكار، ليه في أمر ديني بيقول وذكر لعلهم يتذكرون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، واذكروا الله كذكركم آباءكم. أنا آسف في ناس بتزعل مني في الحتة دي، بس أنا لازم أقولها، إن تم تحريف هذا الفعل الرهيب اللي اسمه تذكر والذكر، وبقى بغبغة باللسان. معايا؟ يعني حتى ربنا بيقول لنا ايه؟ واذكروا الله كذكركم آباءكم، او اشد ذكرى. انا ابويا اسمه عبد اللطيف يوسف عمارة، اكيد يعني مش وانا بذكره هقعد اقول عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف عبد اللطيف، مش هو ده الذكر خالص. انا ببغبغ كده، بكرر تكرار ببغائي لحاجة معينة، ومش ده الدين خالص. ولكن ابويا لما تذكر انه طيب، وتذكر قد ايه بيخاف عليا، وتذكر ان انا ابنه وهو عنده علاقات رائعة ما شاء الله، مجرد تذكري للصفات بتاعته بيطفي عليا حالة من الامان والاطمئنان. لان ركزوا معايا الموضوع ده طاقة برضو، مجرد التذكر معناه حضور طاقة الشيء بصورة مكثفة، فباخد من طاقتها فورا. وبالتالي اول حاجة عملية إذا عايز أستفيد من الطاقة، إن أنا لو عندي مرض ابدأ ادخل اعمل سيرش النهاردة كده على مراكز الطاقة، اللي بيسألوني أنظف مراكز الطاقة إزاي، موجودة في كل حتة على النت. حلو كده؟ ادخل اعمل سيرش عشان تعرف أماكنها فين في الجسم. وبعدين ركز معايا بقى، رقم واحد هتغمض عينك وهتتذكر قوة الله سبحانه وتعالى في الشفاء
والإبراء. مهم تكون مستحضرها بقوة، حاسسها، وتقعد تعمل حاجات عقلية لغاية ما تلاقي إحساسك بقوة شفاء الله بقت عالية. ياما جسمي جاء ليه أمراض وتشافى لوحده، ودي قدرة من الله سبحانه وتعالى. الله الشافي زي ما أبرأ سيدنا أيوب معايا. وياما أقعد تذكر، لو عندك قصص عارفها. المهم كل ما تذكرت أكتر كل ما الطاقة اتجمعت أكتر. وبعدين وهتفهم بقى ليه في الدين اللي بيقولوا لي أصل الدين ما جابش سيرة الطاقة، ما هي المشكلة في المسميات بس. فلو كان الموضوع مش طاقة، كان زمان المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا إيه؟ لو في الإسلام مثلا يقول لنا غمض عينك أو ادعي ربنا يشفي العضو المريض. لكن ليه بيقول لك وجه إيدك وضع إيدك على العضو المريض؟ ليه؟ إيه اللي بيحصل من الإيد؟ لأن أنت أوتوماتيك لما تكون بتتخيل وبتستحضر الـ 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 الآيات اللي بتقولها والكلمات اللي بتقولها بطاقتها، الطاقة بتكون طالعة من الإيدين والقدمين بصورة قوية جدا بحسب اللي أنت مستحضره الآن. وزي ما اتفقنا بقى، كل ما تعمقت أكتر كل ما بتكون الطاقة أقوى بكتير. فأنت هتحط إيدك على المكان بتاع العضو أو على مركز الطاقة، بسم الله تستشعر. وركز معايا، مش بسم الله كذا مرة، لأ، المهم الاستشعار باسم الإله الله. كل ما استشعرت أكتر وحسيت أكتر كل ما الطاقة بقت أقوى بمراحل بحسب تذكرك للإله. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تعملها بقى على الأعضاء، تعملها على مركز الطاقة. المهم ركز معايا، أعوذ، عارف كأني بزق. الاستعاذة دايما بتيجي مع السلبيات في الدين، والسؤال بيجي مع الإيجابيات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. فالاستعاذة دفع معايا. وخلي بالكم الدفع ده كمان في الدين، هقول حتة سريعة كده وعديها بسرعة. مراكز الطاقة أو الشاكرات، هي كلمة شاكرا كلمة سنسكريتية أصلا معناها عجلة دوار، عارفين الحوض أو البانيو لما تكون المية بتنزل وتلاقي فيه القمع ده، هي مراكز الطاقة بتبقى عاملة كده في الجسم بالظبط. حلو. فالقمع ده أو العجلة الدوارة دي أو العقدة دي عاملة زي المدورة كده، خلاص. اللي بيقعدوا يعملوا أعمال بقى وسحر والكلام ده كله بينفث في العقد. يعني كلمة عقد في القرآن معناها الشاكرات، كل عقدة. ولو شفتوهم زمان في الأفلام كانوا يقوموا جايبين عروسة وعاملين العقد على مراكز الطاقة، وهوب هوب يقعد ايه بدبابيس بقى وكلام فاضي من ده. المهم فالدرس الطاقة عمر الكلام ده هيأثر فيه اصلا، ولا هيأثر فيه نهائي، ولا حسد ولا سحر ولا كل التخاريف دي كلها. موجود السحر، موجود الحسد، بس طاقته ضعيفة جدا لا يمكن يأثر فيك. فأنا دلوقتي حالا بقى هعمل الاستعاذة، ان انا هركز بإيدي وهأضع إيدي على الأماكن، مش لازم تكون ملامسة، من بعيد كده على مسافة مثلا 4 5 سنتي. مهم جدا، كل ما بقيت واعي ومستحضر طاقة اللي بتقوله كل ما انتقلت هذه الطاقة عبر ايدك الى المكان، كل ما بتبغبغ زي قلته. مهم جدا استحضار ووعي الطاقة مش مجرد التمرين، خلاص. ده تمرين. التمرين التاني ان انت ركزوا معايا، عارفين لما حتى في الدين يقول لك المية المقروء عليها بتجيب نتيجة رائعة وبتشافي. المية فعلا لما تكون واعي للطاقة ومصوب ايديك الاتنين ليها وبتقرأ ايات سريعة في التشافي او سورة الفاتحة، لان الفاتحة على فكرة بتفتح كل المسارات المسدودة. الفاتحة كأنها يمكن مفاتيح بنتكلم فيها بالتفصيل بعدين. المهم بوعي، بينبهني ان في 5 دقايق، حاضر. بوعي مركز على المية اللي بشربها، لان المية اللي بنشربها للاسف بتكون فيها معبة ازايز بقى ومواسير والكلام ده كله. فكل ما ركزت بهدوء 3 4 دقايق قرأت عليها اللي انت حافظه من الايات، بس مهم تكون واعي طاقة الاية. كل ما على فكرة كلمات القرآن فيها طاقة، الطاقة بتاعتها اسمها سلطان، والسلطان اقوى انواع الطاقات، في طاقة برهان، طاقة سلطان، طاقة بيان، هنتكلم فيها بعدين. المهم، ويمكن دي تكون في تحت كورس الطاقة ان شاء الله. فاللي انا اقصده ان السلطان من الالفاظ او الاسماء القرآنية، عشان كده ربنا قال ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان. وفي اسماء بقى انزل الله بها سلطان، شوفوا المعنى اتحرف ازاي، معناها كانوا بيفهموها على ان ربنا ما نزلهاش.
لكن هي بتقول ما أنزل الله بها من سلطان. ففي أسماء لها سلطان وأسماء ملهاش سلطان، وبالتالي كل ما تعمدت تقول الأسماء اللي موجودة في الكتاب الديني بتاعك سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن، الأسماء ذات سلطان رهيب بطاقة عالية جدا جدا جدا، فتقولها على المية ثم تشربها بتنزل بتعمل سحر في الجسد وبترفع طاقة الجسد بصورة رائعة. حاجة مهمة كمان بقى، السلوكيات. مهم جدا تكون مركز كويس قوي على أي حاجة ليها علاقة بالبشر. أكتر حاجة وهتلاقوني كررت كتير جدا فيها، كل ما يتعلق بالبشر من أحكام أو من كلام سلبي أو سوء ظن، لو أنت حتى قاعد أنت تلاقي بيعمل كذا، كل ده بيلوث طاقتك حرفيا، وتلويث الطاقة بتكون طاقة ميتة اللي أشير لها في القرآن: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أكتر حاجة بتلوث طاقتك الكلام على الآخرين سلبيا أيا كان اللي بيعملوه، مش شغلك يعني، يتوضح يتنصحه يتطلع تتكلم غير ما يجيب اسم الشخص ولا سيرته. كل ما تعمل كده كل ما تحمي نفسك من الأمور دي، والأحسن بقى تدعي له. خلي بالكم هقول حتة سريعة جدا بسرعة، معنا قد ايه؟ 3 دقايق. طيب حتة بسرعة جدا، ايه الفرق بين المادة والطاقة؟ نفترض النهاردة ده موبايل، بسرعة جدا ده موبايل اهو، وعايز اديه هدية لأخويا، خده مني كده، مدي ايدك خده مني، يلا اهو اخده مني اهو، خلاص كده ما عادش عندي موبايل. حلو، فلانه ماده لو اديته له هيروح من عندي، هات كده بقى. لكن لو سوفت وير، السوفت وير طاقه على فكره، والسوفت وير اقرب مثال للطاقه عشان يوضح لنا. لو عندي صوره على الموبايل سوفت وير وضغطت سند بعتها له، ايه اللي هيحصل؟ هتفضل عندي وعنده الطاقه كده بالظبط. فركزوا معايا، لما انا ادعي لحد بستحضر طاقه الدعاء وبدعي له، فالطاقه بتطلع من عندي تروح له، فيبقى أنا عندي وهو عنده. عشان كده في الحديث ولك مثله، لأن ما هي مش مادة، مش طلعت عندك وراحت، لأ هي طاقة، فزي ما دعيت هيجي لك. فاحضر الدعاء على الشخص، هي لك مثله سواء سلبي أو إيجابي. اللي مش فاهمين طاقة يقولك لأ ده إيجابي، بس هي طاقة سلبي أو إيجابي، زي ما دعيت هيجي لك. فوقف الدعاء الآخرين، ادعي لهم. لو 2 بيحاربوا ادعوا اللي انت بتأيده، مالكش دعوة بالدعاء الآخر. ما انت لو بتدعي اللي انت بتحبه هيفوز، خلاص شكرا، دي طاقة إيجابية. وبالتالي كل ما دعيت للآخرين أكتر، كل ما عملت ده حسن على فكرة، الدعاء للآخرين من الحسنات اللي بتدمر أي سيئة انت كنت عاملها مع أشياء. فده سلوك مهم جدا انك تعمل صدقات. وخلي بالكوا حتة مهمة كمان سريعة، الصدقات أقوى حاجة فيها انك تنزل بنفسك تعملها للآخر وتشوف نتيجة اللي انت عملته. ده بيفجر الطاقة الإيجابية أعلى بكتير من انك تروح. طبعا مع احترام لكل الجهات اللي ممكن تكون بتعمل كده، انك تدي فلوس لجهة وهي تروح تتصرف، انت ما خدتش الطاقة العليا بتاعتها. مش هقولك ما تعملش، اعمل ده، بس خلي فيه جزء من صدقاتك مباشرة للشخص اللي بياخدها. الطاقة بتكون أروع ما يكون. نيجي للأكل، مهم جدا تحرص على الأكل اللي يكون طازة أو مزروع أو زي ما قلت أكل حي، وابتعد بالله عليك عن الأكل المصنع، ابتعد عن الأكل اللي فيه بقى اللحوم مصنعة والحاجات اللي مهدرجة والكلام ده كله. مية البحر المالح والجبال من أعلى أنواع الطاقات في الكون. طاقة الجبل أعلى نوع للطاقة. لا كده خلاص خلاص أوكي خلاص، لازم نقفل عشان يسايف الفايل. أراكم بألف خير، هنطلع لايف بكرة إن شاء الله مع نسرين طافش، وممكن بعده بقى نكمل بعد. سلام عليكم. إيه الأخبار؟ أوقف أوقف أوقف. بيتأخر على الفيسبوك سايب. حلو ماشي.